السلام عليكم. اليوم حبيت نعرفكم بمشروع هام جدا واستراتيجي يدخل في ميدان صناعة السيارات والمركبات بصفة عامة. وهذا المصنع اللي راح نتكلم عليه هو الوحيد في إفريقيا والوحيد في العالم العربي اللي متخصص في صناعة الفرامل. إذن كان عندنا مصنع في السبعينات والثمانينات إلى حد التسعينات، مصنع ألفريكس يصنع الفرامل، يقع في واد السمار، في بلدية واد السمار، في المنطقة الصناعية تاع واد السمار. لكن المصنع هذا كان محدود وصغير، وكان يصنع فرامل لبعض الماركات، بعض الأنواع تاع السيارات. أما هذا المستثمر اللي جاء من الخارج واستثمر في مصنع كبير في ولاية تيزي وزو، في هذا المصنع اللي يعني بمواصفات عالمية. نخليكم تابعوا الفيديو، سوف تشاهد تتعرفوا على هذا المركب الكبير جدا اللي يقع في تيزي وزو. ونصح حفظكم وصحة صيامكم، ونخليكم مع الفيديو وإن شاء الله يكون فيها خير. والسلام عليكم. On est les seuls producteurs de pièces de rechange. عندنا طموحات، عندنا تفاؤل. احنا جينا من الخارج، نظرة وحيدة هو نشرفوا بلادنا، باسكو نحبوا البلاد. اوني دي جو ناسيوناليست، اوني دي باتريوت. جينا من الخارج، انا عشت 20 سنة في الخارج وجيت هنا، راك تشوف استثمرت. Il faut du courage pour investir dans un endroit pareil. دونك احنا نطلب من الرئيس يشوف البروجي هذايا ك ان بروجي ديتا، سي با ان بروجي الاخر، باسكو يشرف بلادنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في مصنع ايكام الجزائر. هو اول مصنع في الجزائر اللي اوني سبيسياليزي دون لا برودكسيون دي بلاكيت دو فران لي جيلو. حنا عندنا ان كاباسيتي دو 2 مليون اي دمي دو بلاكيت جو بارون، نغطوا 30% من المنتوج الوطني في السوق الوطنيه. عندنا بلوس دو 250 ريفيرونس ديسپونيبل اكتويلمون في البروسيس دو برودكسيون تاعنا. دونك المنتوج تاعنا هو منتوج محلي 100%، ان تكنولوجي نخدموا بمعايير قياسيه عالميه.